أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الاثنين 31 مايو 2021. توقعات مواليد 21 مارس إلى 31 مارس. مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرا إيجابيا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضا النزعة المتناغمة فيك، حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معا. بما أنك تشعر بحالاتك الجيدة فإنك مهتم بصحة الآخرين، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية. توقعات مواليد 1 أبريل إلى 10 أبريل. اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة، لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي. أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي، لكن الكثير من الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك. توقعات مواليد 11 أبريل إلى 19 أبريل. سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرا على إظهار المعرفة السليمة. ستختبر أيضا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة. يمكنك التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة، فالحياة ليست منافسة، لا يجب أن تحارب جاهدا لكي تفوز.